بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب إخواني وأحبابي في درس جديد من دروس سكتش أب. والنهاردة هناخد درس جديد وأول درس في دورة اللي هي البولينج. طبعا عشان شباب تعرفوا السكتش أب لازم طبعا تشاهدوا اللي هي الدورات اللي احنا عملناها قبل كده. هتلاقي اخش على قوائم التسجيل. طبعا هتلاقي عندك سلسلة تعليم برنامج سكتش اب بالعربي من الف للياء. هتلاقي شارح الاوامر كلها لسكتش اب. وهتلاقي ورشة هنا تصميم سكتش اب. الحاجات اللي نفذناها وعملناها من اللي هي الفيديوهات اللي شرحناها هنا ونفذناها عملي هنا. فعشان تعرفوا السكتش اب وتخشوا على الدورة وتعرفوها وعلى ورشة التصميمات. والدرس النهاردة يا شباب هيكون بقى عن اللي هي البلوجين او الاضافات. بس طبعا يا شباب في الاول قبل ما نروح نشرح الاضافات ياريت تشتركوا معنا في قناة احمد العسوي، قناة تلبي كل احتياجات الاسرة، وهتلاقوا فيها فيديوهات كتيرة عن سكتش اب الدورة كاملة وحاجات اصلح اشياء منزلك بنفسك. حاجات طبعا انا صلحتها قدامكم وشفناها. ودورات طبعا كتيرة هتلاقوها والعاب وترفيهات. فيعني بتمنى اللي بيشاهد الفيديو لاول مرة ياريت يشترك معنا في القناة. طيب يا شباب نروح دلوقتي لسكتش اب. خليكم معانا. مرحبا يا شباب ورجعنا تاني وفتحنا السكتش اب اهو. طبعا هو ده البولينجن اللي احنا هنشرحه او البولينجات اللي هنشرحها او الاضافات. الاضافات دي كلها واول اضافه هنشرحها النهارده او بولينجن جيرف ليفت. طبعا مش هنشرح الحاجات دي بالترتيب يا شباب، يعني احنا هنشرح اللي هو اللي بنستخدمه اكتر، لان البولينجن ده يعني شوف شايفين كل ده في قد منه ممكن مرتين ثلاثه تاني. فطبعا احنا هنشرح اللي هو المعروف اكتر او اللي بنستخدمه اكتر في السكتش اب. طيب اول اضافه عندنا اللي هي زي ما قلنا جيرف ليفت. الاضافه ديت يعني يا شباب نشرحها كده بالبلدي، دي بتحول لي الرسم او المجسمات او المنظور الى مجسمات الى جسم معين قدامي حسب الشكل اللي انت بتعمله، الرسمه اللي انت بتعملها او الخطوط الى مجسمات. طب تعالى نشوف نبتدي ازاي نعملها. نبتدي اول حاجه نعمل ناخد اي شكل كده، ناخد حاجه زي كده مثلا. اه يا شباب بعد ما عملنا الشكل السداسي وعملنا له كومباوند وبعدين عملنا منه كم شكل وحولناه برضه لكومباوند. طيب تعالى بقى نشوف هنعمل ايه. نضغط كده تعالى نضغط. لو ضغطنا هنا بص الشكل اتحول لي ازاي، اتحول لي على نفس الرسمه. فحول لي زي ما بقول لكم حول لي الرسمه الى مجسم. طيب تعالوا نشرح بقى الحاجات اللي فوق دي. دي يا شباب بيديني الاشكال
اللي هي الخطوط ديت اللي هي سواء بالعرض او بالطول على نفس الرسم اللي هنا ده. يعني بص هنا على الشكل هشوف هيتغير ازاي. هبدأ بقى ايه، حد خلالي الشكل او المجسم حد. بص الحد دي بتاعته. طيب نجرب حاجة تانية هنا، اداني اهو قوس، يعني نشوف كده احس ان الزوايا بتاعته حادة. طيب نجرب كده حاجة تانية، بصوا طبعا بيديني شكل قوس او الاشكال اللي هي محطوطة فوق هنا. طبعا نشوف بردك، نجرب شكل كده تاني. شايفين كل مادة ساكن الاشكال دي بيديني الشكل بتاعه على المجسم، ان كانت زوايا حادة او ناعمة او قوس. بس هنا لو ضغطت انا بردك ممكن يديني شكل دايرة، يعني شايفين الامر ده لو ضغطت عليه اللي هو السيركل يديني دايرة. طيب نضغط عليه تاني. طبعا انا بقدر بستخدم الاشكال دي او الخطوط دي تبع المجسم بتاعي او الشغل اللي انا عايز اعمله. طيب طبعا يا شباب هنا بقى لو هنا بصوا السنسنج اللي هي الخطوط او اللي بتكتر لي الخطوط عشان تبقى ايه انعم. يعني هنا بصوا شايفين الخطوط، كل ما كده كل ما بزود بيخلي لي المساء جسم انعم كل ما بزود في الخطوط. بس طبعا كل ما بكتر في الخطوط ده على حساب الجهاز او على حساب الرامات. طبعا لو ضغطنا هنا، طبعا لما ضغطت هنا على جزء معين في المجسم بيجيب لي صوره لوحديها هنا، ان انا اقدر اغير في الجزء ده لوحده. يعني تعالوا نشوف لو قطرنا الخطوط، شايفين عملها لي في جزء واحد. طبعا المجسم اقدر اخد اي جزء منه واعمل عليه اي تعديل. طيب ده لما بضغط بقى هنا يا شباب كده، ادي اهو عمل لي المجسم الشكل بتاعي. طيب عايزين نرجع كده خطوة يا شباب، عرفنا كده عملنا المنظور بتاعنا ازاي وجبناه يا شباب. طب تعالى نجرب حاجة تاني كده مع بعض، نجرب كده نغير الشكل يا شباب. بس نفك لانه معمول كمضاوي، لان لو عملنا اي شكل هنا هيأثر على بقية الاشكال. شوف يا شباب كده الشكل اتغير، المجسم اتغير تبع الشكل اللي احنا عملناه. طبعا يا شباب الاسهم دي بتخيوات شمال او يمين اللي هي القائمه ديت. يعني دوسنا عليها كده راحت هنا ناحيه الشمال فوق او تحت. طيب طبعا زي ما قلنا لو دوسنا على دي بغير الشكل. طيب نشوف كده يا شباب دي بيحولها لي الخطوط، المجسم حولها لي الخطوط.
ادي الشكل كده اهو قدامكم يا شباب. طيب ده الشكل النهائي. طبعا انت تقدر تعمله اشكال زي ما انتوا عايزين. تعالوا نروح نشوف حاجة تانية. انتوا شايفين عمل الشكل هو اللي حوالي المجسم. واقدر هنا بقى يا شباب لو اقدر الف الشكل ده حوالين نفسه زي ما انا عايز من هنا كده. شايفين طبعا انتوا تقدروا تعملوا الاشكال اللي انتوا عايزينها كلها. طبعا اقدر اعمل مسطحات. عشان زي ما انتوا شايفين كده اقدر برضك اعمل اشكال مسطحات. واقدر اعمل السمنج اللي هي الخطوط بتاعتها اقدر برضك اغير فيها. انا عندي الاشكال هنا بقدر ايه استخدمها. تعالوا بقى نشوف ناخد الامر الثاني. الامر الثاني اللي اقدر منه اوصل. طبعا شفنا الاشكال. الامر الاولاني كنا شفنا نقدر نوصل الاشكال ببعضها. ده انا اقدر اوصل الخطوط بالاشكال كمان مع بعضها. طيب تعال نشوف برضك نقدر نعمل ايه. بصوا يا شباب بقى احنا حبينا نغير في الشكل. بصوا شوف الشكل هيتعمل ازاي. طبعا دي حاجات كده عشوائية. انت تقدر تعمل الشكل بتاعك اللي انت عايزه. تعال نشوف برضك
شكل تاني. بس يا شباب بقى ركزوا هنا معايا في الشكل ده، شايفين الشكل لف حوالين نفسه. نشوف حاجة تانية يا شباب، شكل تاني. طبعا بضغط على الشكل. شفت بقى المسار اللي انا عملته مشي عليه، جمع ما بين اللي هو المسدس والمربع. انا زي ما قلت لكم بقى تقدر تغير في الخطوط وتخليها ناعمه، تكتر من السمنج بتاعها الخطوط وكده. طيب هناخد بقى اخر حاجه يا شباب، وهو الامر الاخير، وده بيحول لي الخطوط اللي هي زي الشبكه كده. يعني ده الشكل طبعا ما كنت مجهزه لانه بياخد وقت. بص الشكل ايه اللي هيحصل يا شباب. حول لي الرسمه لمجسم. طبعا ضغطنا على الشكل اللي انت عايزه من اي اتجاه، يبتدي بقى يغير لي. زي لو عايز اغير بقى في الخطوط دي يا شباب. انت بقى تغير ده يا شباب. كان اول امر في الاضافات اللي احنا شرحناها، اللي هي البوليجن واللي هو جرف لفت. وزي ما انتم شفتوا قدرنا نعمل حاجات كتيره بالاضافه ديت. وانتوا بقى يا شباب تجربوا زي ما انتم عايزين، وتقدروا تعملوا الاشكال اللي انتم عايزينها وتدربوا عليها. وكده يا شباب وصلنا لنهايه الفيديو، وان شاء الله هنلتقي مع درس جديد واضافه جديده باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم اخوكم احمد العسوي.